السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم يا أهل الود وأهل الخير والمحبة. في هذا اليوم الاثنين الموافق للرابع والعشرين من ذي الحجة 1437 هجري، السادس والعشرين من أيلول سبتمبر 2016، اليوم إن شاء الله إن يسر الله سبحانه وتعالى فسوف أذهب إلى المكتبة المركزية هنا في ستوكهولم لأحضر لقاء مع الكاتب كارل يوران إيكرفالد. هذا الكاتب النشيط الذي ربما شاهدتم مقطع الذي وضعته له أمس، وسوف يتكلم عن كتابه فريدن وبييريت، هذا الكتاب الذي يتكلم عن تجربته مع رومي وهو يقرأ وهو ما زال يقرأ جلال الدين رومي بشعره، حتى الآن يستطيع قراءته بالفارسية، يقرأه منذ كان عمره 16 سنة عندما اطلع لأول مرة على ترجمة إيريك هيرميلين لشعر رومي. يعني ما شاء الله، هذا الرجل سبحان الله عمره فوق 90 سنة، كارل يوران، ولكنه حاضر الذاكرة ويعني بحر، لغته جميلة جدا وأسلوبه جميل جدا في الكلام، مميز يعني هذا الرجل كارل يوران إيكرفالد. اللي هو تكلم عن إيريك هيرميلين، وإيريك هيرميلين أنا اطلعت عليه من زمان عندما تعرفت صدفة على شخص من بيت عائلة هيرميلين، لكن كان اللقاء قصيرا جدا، فعندما كنت أبحث عن هذا الشخص الذي التقيته في المسجد الكبير في المكتبة، فوجدت شخص اسمه إيريك هيرميلين فقرأت عنه. إيريك هيرميلين هذا كان شخصية مميزة، وولد عام 1860 في سفان هالس اسم المنطقة، هي في لوند، يعني لا عفوا سفان هالس، هو ولد في سفان هالس وتوفي في لوند. بسفان هالس هو كان أبوه اسمه أكسل هيرميلين، و أكسل هيرميلين كان إقطاعي، فولد لعائلة إقطاعية، وكان أخوه اسمه يوسف هيرميلين. لكن إيريك بعد ما درس بأبصالة ساول أهله مشاكل كتير، لأنه كان يشرب خمر، فبدون يخلصوا منه فبعتوه على أمريكا، على الجيش بأمريكا، مشان يتطوع بالجيش. بعدين رفضوا الجيش لأنه أصيب بمرض، بعدين راح على الجيش البريطاني في إنديا، راح على جامايكا، راح على أستراليا، يعني راح لعدة بلاد. بعدين رجع لوين؟ رجع على السويد عام 1909. فأهله مشان يخلصوا منه، إنه سوالهم يعني شوي سمعتهم، هو كان بالظاهر شوي يعني شخصية غريبة، فعملوا له تقرير كاذب ووضعوه في مشفى الأمراض النفسية سانت إيريك، سانت لارش بلوند، وظل فيه هذا من عام 1909 لعام 1944 وأتمات. خلال 36 سنة تقريبا، على ما أعتقد يعني 36 سنة ظل في المكان هذا، إذا قلنا من عام 1909 لعام 1944، يعني تقريبا أكثر من 36 سنة. المهم هذا الوقت كان ألف فيه معظم كتبه التي ترجمها من اللغة الفارسية ومن لغات أخرى، فهو ترجم لياكوب بيمة، وياكوب بيمة كان ميستيكير، يعني غنوصي، مو غنوصي، ميستيكير، نوع من أنواع الصوفي المسيحي في ألمانيا، فكتب ترجم له عدد من كتبه، ترجم كتب أيضا من اللاتينية، ترجم يمكن لسويدن لإيمانويل سويدنبوري، وأيضا ترجم أكثر من 10,000 صفحة ب36 مجلد من الشعر الفارسي. فمن اللي ترجم لهم عطار وجلال الدين رومي، الخيام، سعدي،
وكان يترجم بلغة رائعة جدا. وكما قال كارل يوران، كان عندما ينتهي كل ما ينتهي من كتابة كتاب وينشره، كان يهرب من المستشفى، مستشفى الأمراض العقلية، ومرة ظل مختفي كما قال في غابات ياتوبوري 6 أشهر. إذن لون الكتب التي ألفها كلها موجودة بلغة جميلة جدا، باللغة السويدية القديمة الرائعة التي أحبها أنا كثيرا. إن شاء الله سوف أطلع على بعض منها بعدما ذكر كارل يوران كتابه الذي سماه بيرشيسك أنطولوجي. سوف أشتري هذا الكتاب وأطلع عليه. واليوم نسمع إن شاء الله كارل يوران ماذا يتكلم، لأن رومي له مكانة خاصة عندي، أني أعتبره من الحكماء الكبار. فهذا الرجل عاش معه أكثر، يعني إذا كان عمره كارل يوران فوق 90، أول ما كان عمره 16 سنة وهو يستمع ليقرأ لرومي، وما زال يقرأ وما زال يعني يندهش من كثر ما يعني يبحر في بحار جلال الدين الرومي، ذلك الشاعر الحكيم الذي تعلم الحكمة من أستاذه أيضا شمس الدين تبريزي رحمهم الله تعالى كلاهما، أو نعم كليهما. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك بكم، وإن شاء الله نخبركم المزيد عندما نستمع ماذا قال كارل يوران، ماذا سيقول كارل يوران اليوم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.